وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. هذه مسألة العصاة من الموحدين، العصاة من الموحدين الذين عندهم كبائر لكنها دون الشرك، فهؤلاء يعتبرون مؤمنين موحدين لكن إيمانهم ناقص، توحيدهم ناقص، لكنهم لم يخرجوا من الإسلام خلافا للخوارج والمعتزلة، لم يخرجوا من الإسلام وهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم ولم يعذبهم ودخلوا الجنة من أول وهلة، وإن شاء الله عذبهم لكنهم لا يخلدون في النار كما يخلد الكفار والمشركون، وإنما يخرجون من النار بعد تعذيبهم، إما بشفاعة الشافعين، وإما بفضل الله عز وجل، وإما بانتهاء عذابهم، بانتهاء عذابهم فيخرجون من النار قطعا، أنهم لا يخلدون في النار.